السلام عليكم، معكم نوال. اليوم إن شاء الله غادي نعملوا جولة البوسفور البحرية، هي واحدة من أكثر الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها في مدينة إسطنبول. إن شاء الله خليكم معي نهاية الفيديو هكذا باش نتعرفوا على هذه الجولة والطريقة كيفاش خدينا العبارة. خليكم معايا إن شاء الله. بالنسبة للرحلة ديالنا خدينا القارب من كاباتاج وبالضبط من واحد الرصيف قرب قصر دولما باشا، لذلك يمكنك إن كنت تحب زيارة القصور أن تزور قصر دولما باشا وبعد ذلك تقوم بزيارة البوسفور، هكذا يمكن لكم تستغلوا الوقت أو لا اليوم ديالكم. وخلال جولة البوسفور سنقوم بمشاهدة العديد من المعالم السياحية الرئيسية بما في ذلك جسر البوسفور، واقع الأطلنطي، وقصر دولما باشا، وقصر الخليفة، وسيتم تقديم معلومات تاريخية حول هذه المعالم باللغتين التركية والإنجليزية، يعني اللي كان رائع جدا في هذه الباخرة أنها كانت كتقدم لنا معلومات باللغتين كيف قلت لكم الإنجليزية والتركية. وعادة ما تستغرق جولة البوسفور حوالي ساعتين أو 3 ساعات، ومع ذلك يمكن للمدة أن تختلف حسب نوع الجولة التي اخترتها، فقد تكون هناك جولات قصيرة أو جولات طويلة، لهذا يرجى التحقق يعني من المشغل السياحي عندما تختار عندما تختار المركب الذي ستقوم معه بالرحلة، يعني تعرف شحال المدة اللي اخترتي، والساعتين أو ساعة ونصف أو ساعة وخمستاشر دقيقة، يعني كيف قلت لكم الجولة تختلف حسب المشغل السياحي. بالنسبة للجولة ديالنا احنا استغرقت تقريبا ساعتين والثمن ديالها كان 50 ليرة، وفعلا كانت جولة رائعة جدا. كيف كتشوفوا الباخرة كانت رائعة، يعني خاصة بالسياح فقط. The first remarkable monumental work of art of our tour is Dolmabahçe Mosque, with its Corinthian style columns and sleek minarets, which was completed 1 year before Dolmabahçe Palace and means in the name of Bezmi Adem Valide Sultan, mother of Sultan Abdülmecid. الذي ترونه هو قصر دولما باشا أو قصر السلاطين، وهو من أبرز القصور التاريخية والمعالم السياحية في مدينة إسطنبول بتركيا، ويعود تاريخ بناء القصر إلى القرن 17 وكان مقرا للسلاطين العثمانيين آنذاك. وقد تم بناء هذا القصر بأمر من السلطان عبد الحميد الأول عام 1843، وتم إنجازه عام 1856. وكانت المنطقة التي يقع فيها قصر السلاطين في الأصل عبارة عن خليج يعمل كميناء طبيعي في العصور القديمة. ويجدر الإشارة هنا إلى أصل تسمية هذا القصر بدولما باهجة أو دولما باهجة، وهو عبارة عن اسم مركب من كلمة دولما وكلمة باهجة، فكلمة دولما تعني ما تم ردمه بالتراب، أما كلمة باهجة أو بهجة تعني الحديقة الصغيرة باللغة الفارسية، مما يعني أن دولما باهجة أو دولما بهجة باللغة العربية هي الحديقة المردومة، وعليه سمي هذا القصر باسم دولما باهجة أو الحديقة المردومة، لأن الأرض التي تم البناء عليها هذا القصر قد ردمت. Dolmabahçe Palace is one of the magnificent samples of palaces of the contexture with which Ottoman Empire is represented at ultimate level. On each facet of the four-story, 27-meter-in high clock tower at the entrance of the palace, there are four clocks still operating today in their cups without having. Thank you.
طريقك كما ترى ستجد هذا القصر الرائع الذي يسمى بقصر شيرجان، ويتمتع هذا القصر بهندسة معمارية مميزة للغاية، ويصنف من بين روائع إسطنبول التي لا تنسى للزوار. Kan lambaları ve kandillerle aydınlatılan bahçesi ve dış cephesiyle pek çok parti, fırtına mumlar yerleştirilen kaplumbağaların bahçeli Architects of Serraglio to build the palace in 1874. It served as parliamentary building until it burnt out to flat in 1910. بني هذا القصر في عام 1861، والآن هو عبارة عن فندق 5 نجوم. Illuminated with flambes, oil lamps, and chandeliers. It is thought that musicians and belly dancers entertained guests until the dawn of the morning, and tortoises on whose shells was placed with candles was rambling around. وكما قلت لكم هو من أفخم الأوتيلات أو الفنادق حاليا، ويسمى بشيرجان بالاس أوتيل في إسطنبول. كثيرا ما تعقد هناك المؤتمرات الصحفية والحفلات وحفلات زفاف الفخمة والاجتماعات والمؤتمرات المهمة. جامع أورتاكوي وهو من أحد الجوامع الأثرية، حيث يعود تاريخ بنائه لقرنين من الزمن، ويتكون من جزئين. الجزء الأول هو الجامع، أما الجزء الثاني فهو مكان إقامة السلطان عبد المجيد. وبجوار المسجد يوجد جسر البوسفور الذي يربط بين الجزء الآسيوي والجزء الأوروبي من إسطنبول. Azınlıklara gösterdiği hoşgörüyü hatırlatan kiliseleri ve sinagoglarıyla Boğaziçi'nin en renkli semtidir. İspanya kral ve kraliçesinin Hristiyan olmayı reddedince gemilere doldurup denize attığı azınlıklara gösterdiği hoşgörüyü hatırlatan kiliseleri ve sinagoglarıyla Boğaziçi'nin en renkli semtidir. İspanya kral ve kraliçesinin Hristiyan olmayı reddedince gemilere doldurup denize attığı villerini Padişah 2. Cihaz'ın renklendirdiği Ortaköy, ayrıca caz müzesi the most stirring vicinity of Bosphorus with its churches and synagogues along with the mosques that resembles the tolerance against minorities shown by Ottoman Empire. It is the point at which the Sephardic Jews who were thrown overboard into the sea by Spanish king and queen as they rejected being Christian. Today, with its street cafes, restaurants, boutiques, and much Ortaköy Camii, İstanbul'a pek çok eser kazandırmış ünlü... ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ortaköy ile Beylerbeyi arası...
مضيق البوسفور هو أضيق ممر مائي طبيعي للملاحة الدولية، يقع في الجهة الشمالية الغربية من تركيا، ويمثل الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأوروبا بمدينة إسطنبول، ويحتل موقعا استراتيجيا مهما كما ترون، حيث أنه يعتبر المعبر الوحيد الذي يربط بين البحر الأسود والبحار المفتوحة بالجنوب، وأحد المعابر المهمة للنقل البحري التجاري والسياحي وناقل النفط. هذه هي منطقة بيبك، منطقة الأغنياء في إسطنبول، منطقة فعلا رائعة جدا ولا تفوتكم زيارتها إذا جئتم إلى إسطنبول طبعا. The temple was built in 902 by Hidivappa Silmi as summer cottage for his mother, nicknamed as Mother Pasha, is now Egypt's consulate general.
The original structure that was built by Italian architect Raimondo Daranco has been put into service again in the year 2010 following a prolonged restoration. هذا هو ثاني جسر بإسطنبول، وهو جسر السلطان محمد الفاتح الذي يوجد بقرب من قلعة روميلي حصار. قلعة حصار روميلي هي قلعة بناها السلطان محمد الفاتح وكانت منطلق فتحه للقسطنطينية. بنيت في 4 أشهر فقط وهي روعة في الجمال وكانت معجزة في البناء توقيتا وبناء. بنيت القلعة تمهيدا لفتح القسطنطينية ولإحكام الحصار حولها،
وتعد قلعة رومي لحصار من أهم معالم مدينة إسطنبول التاريخية. Its construction was erected simultaneously with First World War by Yusuf Pasha, who was the first owner of the pavilion and conducting trade from Italy to Turkey through shipping, but was left half-finished due to both narrow circumstances and lack of qualified labor. Yusuf Pasha had lived with his family until he was died in 1926. وهنا توجد حديقة رائعة جدا، مكان ما تجدون العلم، فعلا حديقة جد رائعة اسمها حديقة الفاتح، عندها إطلالة جد رائعة على البوسفور وهي من أجمل الحدائق التي توجد في إسطنبول. شوفوا المكان ديالها، إنها في المكان الذي يوجد به العلم. الآن سوف نتجه بالقرب من الجانب الآسيوي، كما ترون هناك القصور الرائعة التي تسوى الملايين من الدولارات، وهذه الجهة هي الجهة الأوروبية التي قمنا بمشاهدتها، والآن سوف نتعرف على الجهة الآسيوية. كما ترون هناك العديد من القصور والبيوت الرائعة التي تم فيها تسجيل بعض الأفلام والمسلسلات التركية المشهورة. القلعة التي ترونها هنا هي قلعة الأناضول التي توجد مقابل قلعة رومي لحصار، وهذه بالجهة الآسيوية ورومي لحصار بالجهة الأوروبية. الآسيوية أيضا سنرى هذا القصر الذي يسمى بقصر كوجوكسو، وهو قصر صيفي، هو قصر صغير جدا كان مستعملا من قبل سلاطين الدولة العثمانية، يقومون باستخدامه في الإقامات القصيرة الأمد أثناء النزهات ورحلات الصيد، وقد أمر السلطان عبد المجيد الأول ببناء هذا القصر. From 1904 until a recent time, was belonged to Earl Ostrolo and was an expert in Sharia law. Personal belongings still exhibited at the mansion today.
السلطان الثاني محمود الامري لا ريستوري ديال مجدر فاني كايموس بيلت باي فاني ميمي تفاندي ان 1665 لوكس لايك ا سيمبل كوست هاوس ويذاوت كونسيدرينج اتس مينيمال ات واز ريستورد باي كامندر سلطان محمود سكند ان ايرلي 19th سنتري. الآسيوية توجد الفيلات الفاخرة المطلة على مضيق البوسفور، والعديد من هذه الفيلات رأيناها في مسلسلاتهم التركية، يعني العديد من الفيلات الفاخرة توجد هنا كما ترون، لها إطلالة رائعة على المضيق. هذا المبنى هو مبنى كولالي الكلية الحربية العسكرية، وهي من المباني العثمانية القديمة. Kuleli askeri lisesi binası 1838 yılında Mimar Garabet Balyan tarafından Bizans İmparatoriçesi Theodora'nın kendi adıyla anılan manastırının yerine yapılmıştır. Büyük bir yangında tamamen tahrip olmasından sonra 1854 yılında Kırım Harbi'nde kullanılan bugünkü iki katlı bina yapılmıştır. The building of Kuleli Military High School was built by Garabet Balyan in 1838 in place of the monastery named Theodora of Byzantine Empress. After falling into ruin due to a fire, today's two-story building was built in 1854, which was used Crimean War. وفي هذه التلة مكان ما يوجد العلم، هناك توجد تلة العرائس، وبجانبها البرج الحالي اللي هو برج تشامليجا، هو أكبر برج في إسطنبول، وبجانبهم أيضا يوجد المسجد الكبير مسجد تشامليجا. Beylerbeyi Camii 1878 yılında Mimar Tahir Ağa tarafından Padişah 1. Abdülhamit için 1778 yılında Türk Barok stilinde yapılmış güzel bir By Sultan Abdülhamid I, by having architect Tahir Ağa built the mosque in Turkish Baroque style. Yaptırılmıştır. Boğazdan bakılınca muhteşem bir görünümü olan sarayı, Bohemia kristalleri ile tereke halıları süslemektedir. En görülmeye değer yeri ise havuzu ve çeşmesiyle kabır salonudur.
Akarsu, Osmanlı yapılarında güzel ses efekti ve serinletici özelliği nedeniyle sıkça kullanılmıştır. Beylerbeyi Palace was built by the palace architect Sarkis Balyan for Sultan Abdulaziz as a summer cottage in which senior guests were hosted. حقيقة كتعتبرها جولة البوسفور من أحسن الجولات، رائعة جدا لأنكم فعلا كتستمتعوا. دابا إن شاء الله غادي ننزلوا في ميناء كاباطاش لأننا غادي نزوروا المناطق اللي كتواجد بهذه المنطقة. دابا ما بقى لينا نقول لكم إلى اللقاء.